بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى على آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم أحباب المشاهدين. النهاردة من إيمينونو الجميلة، إيمينونو ساعة صبحية كده نتمشى ونتمتع مع بعض ساحل إيمينونو الجميل، وهنطلع على كوبري جلطة ونشوف كوبري جلطة اللي واقف، والناس بتقول لي واقف كوبري جلطة علشان في إصلاحات وكده. تعالوا نشوف الوضع بالظبط في كوبري جلطة. هو كوبري جلطة المفروض يعني كان فيه اصلاحات عشان الزلازل، النص الاولاني كان واقف واشتغل خلاص، والنص التاني اعتقد انه اشتغل. تعالوا نتمشى ساعة صبحية كده باذن الله ونشوف الاجواء الجميلة، الجو الجميل ممتع. الناس بتقول لي في مطر وصواعق والدنيا بتغرق في اسطنبول، قلنا نيجي ونفرجوا على اسطنبول الجميلة، مفيش اي حاجة ان شاء الله. يلا بينا نتفسح ونشوف منطقة إيمينونو الجميلة. اتفرجوا يا جماعة على المية. الجو جميل جميل ممتع ممتع. أجواء ساعة صبحية. الأجواء صباحا في إيمينونو. طبعا الاجواء الصبحيه يا جماعه بتبقى هاديه كده والناس بتيجي الصبح، انما لو استنيت بعد الظهر بتلاقي الدنيا هنا زحمه. بص منظر المياه قريبه جدا، يعني لو معاك طفل ولا حاجه ما تقربوش من المكان دوت، خليك دايما بعيد. بص منظر الماء، مش عارف دايما درجة الحرارة هنا بتبقى أقل عن 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 جوه شوية. Master, 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 master. Ajá, che. Ajá. Thank you.
كوبري جلطة مقفول الجنب دوت لسه تحت الإصلاح، الجنب التاني شغال والترام شغال. هنا مقفول كمان يعني مش تقدر تطلع من هنا. ادي كوبري جلطة، المواصلات شغالة اهي، ان الجنب ده شغال، الجنب التاني هو اللي واقف. اجواء جميلة جميلة ما شاء الله هنا. الناس اللي مش عايزه زحمه بييجوا الصبح هنا يتفسحوا، لان الدنيا الجو زي ما انتم شايفين كده الصبح بتبقى هاديه. ده كوبري جلطه. ده برج جلطة. موسم الصيد فتح، لقوا سمك كتير ما شاء الله. الراجل ده معانا في القناة ومشترك في القناة. اللي هناك ده كوبري اسمه كوبري الخليج، اللي بيمشي على المترو. جو جميل النهاردة، درجة الحرارة 26 درجة في الوقت اللي احنا بنصور فيه. المركبة دي اللي بتطلع على كاداكوي، طبعا سعر التذكرة 15 ليرة. هيبتدي يلف ويطلع بوشه. بص
نص الترام شغال على الكوبري عادي، والفردة اللي جاي دي عربيات جاية اهي، انما اللي رايح هناك واقف. سمك عادي مش مشكلة. دي الاجواء الصبح يا جماعه، الناس بقى ما بتصدق تقول لك بصوا السياحه قلت في تركيا والدنيا مش زحمه والدنيا مش ما يصدقوا. هنا الصبح بيبقى كده، الجو بيبقى كده الصبح. انت لما بتيجي تنزل الفندق بتبتدي رحلتك من الساعه كام؟ بتفطر في الفندق، الفطار مثلا بيبقى الساعه 10 11، وتبتدي اما تفوق بتنزل من الساعه 12. احنا بنزور الساعه 10 الصبح. ده المترو الجديد هنا في مينونو موجود هنا يا جماعه. ده بيطلع الاوتوجار على طول، لو عايز باصات تطلع بيها على بورصه او اي ولايه. ده المترو ده الجديد تم افتتاحه، بيطلع على طول اوتوجار ومن هنا اهو. عند كوبري جلطه. ولو قعدت بقى يعني كمان ساعة هتلاقي الدنيا زحمة. يعني بص الناس جاية كتير ما شاء الله. بص الحاجات الجميلة دي. الساعة دي ب 200 ليرة. تاخد 3 ساعات ب 550. هذه ساعات جميلة. ثلاث ساعات ب 550. شوف الجال ما شاء الله. المكسرات هنا موجودة بأسعار كويسة جدا في المحل ده اهو، كاتب بالعربي اهو. تفضل يا عم. ما شاء الله ما شاء الله، حياتي ليك. بصوا أسعار جميلة اهي. الراجل ده فاتح هنا تحت في النفق يا جماعة، راجل عربي عايزين نشجعه. هيكون بعرف مكسرات. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله. شوف جزاه ما شاء الله. بوري شورس بوري شورس. طبعا كديورس بيستري. تعالوا الله الله يكبر. ساعات المقلدة
ب 200 ليرة ساعات حلوة يعني. سعري ميتين ليرة الساعة تهدي بيها أي حد. ميتين ليرة شوفوا ازاي. بصوا المشط ده والمراية جميلة أوي. 130 ليرة برضو دي هدايا يعني، تديها هدايا لأي حد. ودي ب60 ليرة برضو ليها عقرب هنا على شكل ساعة. حاجات جميلة هنا ما شاء الله. شرتاتها 250 ليرة. شرت جميل اهو 150 ليرة. الصيف جه وكله عامل اوكازيونات 150 ليرة ماشي حلوة اهي. الحاجات دي كانت بتتباع بقى ب 250 300 جماعة، عشان خلاص الصيف بقى بيودع. محافظ الجلد، محافظ الجلد ب 100 ليرة. ده جامع منون الجديد، فتحوا الجزء اللي كان بيترمم بقاله سنين. منطقة إيمينونو صباحا، لازم تحطوا في ذهنكم كلمة صباحا دي، عشان صباحا دي يعني ايه؟ يعني الدنيا بتبقى هادية. زي ما قلت لكم كده، الناس بتبتدي رحلاتها في الفنادق من بعد الساعة 12، بعد الساعة 1، في ناس بتخرجش غير الساعة 2، في ناس بتسهر بالليل وتصحى الساعة 2 أساسا. بس احنا بنحب نوريكم الأجواء هنا الصبح، عشان لو حبيت تنزل الصبح تنزل. سوق المكسرات، ودي الحمامة اهي. ده سوق المكسرات هنا في مينونو. بصوا كان كاتب هنا اللي ياخد بلحة يدفع 5 ليرة اهي. اي بلحة تمد ايديك وتدوق تدفع 5 ليرة، يعني حاجة ما تزعلش، انما كيلو ب 200. الزبيب بتاع زمير ده ب 80، ودي الواحدة ب 10 ليرة، يعني النظام الجديد. بصوا هتمد ايدك تدوق تدفع 10 ليرة القطعة. طبعا الرفيعات دي تقدر تدوق عادي مفيش مشكلة. الدنيا ابتدت تسحب سواح كتير ما هو ما شاء الله. اسعار المكسرات اهي، كاجو 345. ده سعر البندق 240، فندق 400، اللب السوري ب 110. يا 220 ليرة كيلو. السلام عليكم. كيلو ب 220، وراجل بيديني. بصوا السبت الجميل ده
بصوا السبت الجميل ده تقدر تاكل وتدوق. هناخد اقل شيء بس عشان السكريات. بسم الله. الكيس ويرمي 220. 220 اهو. لا نور. والله اسعارك حلوه. انت الحلو. الله يبارك لك. دي فيها قرفه ها؟ فيها شوكولاته. شوكولاته بس فيها قرفه. فيها نكهه الرقفه. طب ندوق الثانيه عشان انت طلعت بلديات. ندوق الثانيه والثالثه والرابعه. منين حضرتك؟ من الجيزه. فرعون. يا فرعون. يا ابن بلدك. ندى فرعون اهو. من وسط الجيزة. فرعون من الجيزة. تحياتي ليك فرعون. عامل ايه يا حبيبي؟ اسمه شريف. انا بحبه. من سوريا؟ من سوريا. احسن ناس. بس والله شكلك مصري. امحاوي شكلك مصري. وانا اعرف واحد من مصر شبهك بالظبط. مش واحد. ده بتاع 20 واحد. خلق من شبه 40. ما شاء الله ما شاء الله. اقول له كده مش مصدقني. بس من مصر تخيل. منين؟ شكله من الشرقية صح؟ بالله الله ينور عليك. ده شرقاوي. شرقاوي في لباس السوري. يلا كلنا عرب كلنا اخوات. يلا. حبيبي. تشكر. يلا السلام عليكم. تحياتي ليكم. السلام عليكم. صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. السمك نزل اهو السمك شغال. هتلاقي السمك بقى نزل ما شاء الله ب 100 ليره اهو. همسي. الاسماك نزلت اهي ما شاء الله والصيد اشتغل والجبنه موجوده برده بخير. الجبنه دي 179 219 جبنه 179 185. اسواق المكسرات في مينونو صباحا. بصوا هنا ملونين الزيتون ده بيتحط عليه الشمندر والحاجات دي الجميله دي. كله طبيعي على فكره. الوان طبيعي. بصوا منظر الزيتون. اهلا وسهلا حبيبي. مرحبا. ما شاء الله. وجبنه اهو عنده جبنه وزيتون وكل حاجه. 179 199 اعلى. دي بتبقى قديمه شويه. الجبنه اللي هي الطبيعي حبيبي. ايوه حبيبي. بتتعمل من اللبن الطبيعي يا جماعه 100%. هي دي الجبنه بقى اللي بتتاكل بصراحه. اصل الجبنه الاسطنبولي من اسطنبول اساسا. بس دي بقى الجبنه الاسطنبولي اللي هي من غير ملح. تبقى اسمها براميلي عندنا في مصر يعني. بس جبنه تحفه زي ما انتم شايفين كده. وعندهم الجبنه الرومي ب 249 اهي. في 289. ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم حبيبي. اجواء مينونو. هوب هوب. في جبنه ب 169 قرصه زي 179. لازم تدوق الاول قبل ما تشتري عشان ايه ممكن الجبنه تمشيش معاك. الو ويلكم ويلكم. مرحبا مرحبا. بصوا الناس هنا على طول. بصوا بتحط لك طبق زي كده تدوق. بس خلي بالك من السكريات بقى. السكريات هذا حلكم رمان. ده رمان. ده جميل رمان. بالرمان جفف من اجمل الاطعمه بصراحه اللي انا دوقته بتاع الرمان ده. هذا بالورد رمان فستق حليبي. هذا بالحليب فستق حليبي. هذا صودا الرمان فستق. هذا بالعسل. هذا بقلاوه. الاسعار دي بتاع بكام؟ تفضل عمي تفضل. كيلو هذا 350 ليره. 350. هذا باللوز حليب. هذا كله فستق حلبي. هذا 100 100. هذا بالبقلاوه. محمد عمودو
قوم 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 يا محمد. هذا من سوري، محمد. محمد من سوريا. ما شاء الله، الناس دول سوريا زي القمر، ازاي ما شاء الله. تعالوا بقى، تعالوا اهو. دوم على دوم. ده اللي هو اتفضل اتفضل جوا. ده اللي هو ده معلم. اتفضل اتفضل اتفضل. بصوا المنظر يا جماعه. اتفضل. في عندهم هنا عايز نص كيلو، عايز ربع كيلو، اي كميه انت عايزها بيديها لك. تحياتي ليك. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. 160 ما شاء الله ما شاء الله والله. يعني برضو الصبح يمينون الصبحيه برضو جميله اهي. ففي جبنة هنا ورا اهي، بصوا 145 دي، دي 185، في 135 جبنة اللي هي التلاجة. احنا بنسميها جبنة تلاجة، اللي هي جبنة يعني ايه، مش زايدية، بس من اللبن برضو الحليب يعني. السلام عليكم. ده صفا فاتح هنا، صفا اهو، والرجالة اهي ما شاء الله. شو لازمك؟ ازازة المية هي بخمسة ليرة، وموجودة في الكشك بعشرة ليرة. شايف؟ صفا بتبيعها بخمسة. حصرية والله. طب والله فيك الخير يا عم. ما شاء الله. بصوا حاجات صفا. هي صفا محتاجة. ايه هون يا صفا، بس هذا الفرع الجديد افتتحناه وعملنا فيه. اه انا عارف يا عم والله. محلات صفا مش محتاجة شهرة. بصوا الطبق ده في صفا ب 448، طبق مشكل خلطوم. البقلاوة الطبق ده عامل 566، بس ده شديد يعني، جامد يعني، حلو قوي. ما شاء الله ما شاء الله. تحياتي ليك. اتفضل. لا وقت تاني بقى، انت كده خدت الوقت كتير. السلام عليكم حبيبي. الله يسعدك. السلام عليكم. وصل اسواق متنوعه هنا. تنوع في كل حاجه، زيتون وجبنه المكان ده بقى ما حدش يعرفه. المكان ده فيه الحاجات الحلوه دي هنا اهو. بصوا هنا كنكه، اللي عايز كنكه شاي دي ب 270، دي الجميله دي 270 ما شاء الله. الناس بتيجي هنا مش عارفه المكان ده. عندهم استلس كمان، حل استلس. البراد ده ب 2590، ده القطعتين، ده النظام التركي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ده هنا بجوار المكان على طول وانت ماشي. الجميل والزيتون صراحة. يمينونا يا جماعة تحفة ما شاء الله. انت تحفة يا مصطفى. كيفك حبيبي؟ دي زل بني، دي زل. بصوا ال دايما بتاعتي اتعلقتك دي. ابي دي نظام جاي، ليه نظام جاي؟ دولار battı dedim. Ne oldu dedim. Sandviç mi ne? جميل. سان سوبر. 100 متر يكر çıktım hanın içinde 500 lira. بصوا الزحام بقى، اللي عايز زحمة على القهوة. القهوة 20 جرام عاملة 56 جرام عاملين 20 ليرة، يعني تاخد الكيلو ب 360. هذه الأجواء الجميلة. بصوا بقى بتبتدي يعني، احنا لو رجعنا شوية كده هنلاقي زحام، الزحام شديد، شد الزحام طبعا.
بهارات توابل سنوبر تفضل. السلام عليكم. طاهر ابي سورجام. طاهر ابي جات. وابتدت الدنيا تسحم والناس تنزل من الفنادق وتخرج. عشان احنا بس صورنا الصبح الناس تقول لك ايه مفيش سواح والسواحة مشيت وهربت من تركيا والسياحة وقفت مش عارف ايه العباطة دي يعني. بعد الظهر بقى كده اما بعد اذان الظهر بتلاقي هنا الزحام شديد جدا. صورنا لكم النهارده الاجواء صباحا في العاشره صباحا. الجو جميل طبعا والناس زي ما انتم شايفين كده اجواء جميله جميله ما شاء الله. اللي بينزل بقى بعد الظهر بيلاقي الزحام. انا ممكن اصور لكم حته فاضيه الصبحيه كده واقول لكم المصريين تغادر تركيا. يا جماعه يعني في عمليه الوعي هنا لازم تبقى شديده شويه. مش اي حد يتكلم في الكلام دوت واللي يقول لك السياحة وقفت في تركيا والكلام الفاضي ده عشان يعمل شو اعلامي عشان الناس تخش على فيديوهات وتتفرج. عايز يعمل حدث يعني. طب ما ممكن واحد ما يخش على الفيديو يقول لك يا عم ده خلاص ده السياحة وقفت في تركيا من غير ما يخش على الفيديو. ملاش لازمة يعني. فياريت نحسن من الاخوة الزملاء يعني من اسلوب التعاطي المقالات والحوارات والحاجات دي عشان دي بتضر بمصلحة البلد نفسها اللي انت قاعد فيها. ودي كانت رحلتنا يا جماعة في منطقة إيمينونو الجميلة صباحا. تحياتنا ليكم جميعا. لا تنسوا صلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان معاكم محمود علي من اسطنبول الأوروبية منطقة إيمينونو. لا تنسوا الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.